البراء بن مالك الأنصاري. كان البراء بن مالك الأنصاري ضئيل الجسم، لكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده. إنه المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. له قصة من أروع القصص في بطولاته العديدة. تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام والتحقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا، حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب. قد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وكان في طليعة هذا الجيش البراء بن مالك الأنصاري. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، وهب خالد إلى جيشه فعاد تنظيمه حيث ميز المهاجرين عن الأنصار وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس لم تعرف حروب المسلمين لها نظير من قبل، وثبت قوم مسيلمة ثبات الجبال الراسيات ولم يأهبوا لكثرة ما أصابهم من القتل، وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الأنصار يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين أيها الناس عضوا على أدراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدوما. أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله، ثم قر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل. وهذا سالم مولى أبي حزيفة يحمل راية المهاجرين فيخشى عليه قومه أن يضعف أو أن يتزعزع، فقالوا له إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك، فقال إن أوتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون، ثم قر على أعداء الله كرة باسلة حتى أصيب. أما بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه، ذلك أن خالد حين رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد التفت إلى البراء بن مالك وقال إليهم يا فتى الأنصار، فالتفت البراء إلى قومه وقال يا معشر الأنصار لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. كانت حديقة الموت رحبة الأرجاء، وأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنوده عليهم أبوابها وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمون بنبالهم من داخلها فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرمح، ثم قذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب.
وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس فكان ضئيل الجسم نحيل، ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الألاف المؤلفة من جند مسيلمة، فنزل عليهم نزول الصاعقة وما زالوا يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل عشرات منهم وفتح الباب، وبه 84 جرحا من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأرضوه صريعة. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليتداوى فيه، وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يديه النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يطوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، وطفق يخوض المعارك وحده بعد أخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى الإلحاق بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم فتح تصدر من بلاد فارس، فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممرضة، فحصروهم المسلمين وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس، جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد، علقت بها كلاليب من فولاذ، حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تغرز في أجساد المسلمين وتعلق بها، فيرفعونها إليهم إما موتى وإما على وشك الموت، فعلق كلاب منها بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما إن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن، فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. وفي هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصار الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه حيث خر صريعا شهيدا. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة، وأقر عينه بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه وأرضاه. العبرة: شجاعة البراء بن مالك الأنصاري كان منبعها فكرة معينة، وهي أنه عايز يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو ده سر الشجاعة، أنه مش متمسك بحاجة، الدنيا ما بتفرش معه بحاجة، كل هدفه هو الإلحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ده كان هدفه، دي كانت عقدته، وعشان كده كان شجاع وكان قلبه جامد، وعلشان كده كان بيقتل عشرات من الكفار لوحده برغم ضعف جسمه وضعفه. فاللي ممكن ناخده من القصة هنا ان ممكن تبقى امكانياتك ضعيفة ومحدودة، ممكن نيتك الصالحة تقوي قلبك وتخليك تقدر تعملي حاجات محدش يقدر يعملها. القوة في القلب، والقلب بيقوى لما بنصدق النية مع الله سبحانه وتعالى، فعايزين نصدق النية تاني يا جماعة، ونفكر وننوي ونعيش زي الصحابة، هما دول اللي أهل الجنة، وأنا عارفة إن إحنا كلنا نفسنا نخش الجنة. الصلاة لوحدها والقرآن لوحده لا يكفي، النية يعني معالجة النية وهدفك إيه؟ اللي هدفها بقى تعيش باستريحة تحقق أحلامها وطموحاتها وتثبت ذاتها وتحقق شغفها، الكلام اللي انتشر ما بيننا ده، وتترك من معية الله سبحانه وتعالى، هي بقى وحظها بقى، وتشوف بقى الابتلاءات هتعمل فيها ايه، وتشوف بقى لما تيجي الفتنة هتقدر تنجو منها ولا لا. اللي عينيها على الجنة هي دي اللي هتنتصر على فكرة في النهاية، وهي دي اللي هتفوز، وهي دي اللي هتحقق المتعة، وهي دي اللي هتنول السعادة. عينيك على الجنة، خلي عينيك على الجنة، خلي عينيك وهدفك الجنة، خلي شغفك الجنة، خلي طموحاتك وأملك هو انك انت تلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، خليكي زي الصحابة، خلي قلبك زي الصحابة، سيبك من بتسمعي في الميديا، سيبك من ان النجاح يعني حقق ثروة او ان اخد شهادة جامعية كبيرة او ان ينجح في الصنعة بتاعتي او تفوق فيها او ان احقق الثراء او نتجوز واعيش سعيدة مع اولادي وجوزي. لا يا جماعة، مش لما تدرسي سيرة الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش هتلاقي الموضوع ده شغل دماغهم قوي، بيعملوه جوازوا وبيشتغلوا وكل حاجة، بس مش شغفهم زي بيقولوا، يعني شو ده هدفهم، هدفهم وعينهم على الجنة، وهي دي البطولة الحقيقية، وهم دول الفائزين الحقيقيين. أما اللي انت بتشوفيهم من إيلون ماسك بقى، أو الناس اللي انت بتشوفيهم من العرب أو المسلمين الأغنياء أو بالجيتس بقى، أو الناس اللي نشوفهم بقى على الميديا ويا سلام وننبهر بيهم أو بنجاحاتهم،
يعني ده اسمه نجاح مؤقت، نجاح زائف، مش دي الحقيقة. يعني ايه الفايدة من ان انا اتبسط ساعتين ويتعكنن عليا ويتغلط عليا مئات السنين؟ فين النجاح هنا؟ هي نفس الحكاية، الدنيا دي مجرد ساعة والآخرة هي الأبد، هي اللانهاية. فخليكي واعية وما تنبهريش باللي بتشوفيه من بقى الفنانات وهم بيضحكوا ومبسوطين وأغنياء وشكلهم حلو ولبسهم جميل. دول شوية جواري بيعرضوا جسمهم عشان دراهم معدودات، دول باعوا الآخرة بالدنيا. ما تنبهريش بيهم، ما تنبهريش باللي بتقولك تعالي ما فرجك على بيتي وهي واقفة عريانة قدامك وربنا بقى يعني مديها كل حاجة، ولا يعني هي سعيدة ولا هي سعيدة ولا حاجة، هي كدابة وبتشتغلك عشان تاخد منك قرشين، عشان تاخد منك لايك، عشان تاخد منك شير. فما تنبهريش بالكلام ده كله، مش هي دي السعادة ولا هي دي الراحة نهائي. الراحة هي في الجنة، ملهاش مكان تاني، مش تعرفي تستريحي ولا يهدلك بال إلا في الجنة. كل اللي انتوا بتشوفيهم دول كلهم يعني هي واحدة، هي مهما تاخد ومهما تكسب ومهما تفوز ومهما تستفزك ومهما تفتنك في الدنيا، هي في الآخر ميتة. وفي الآخر كل اللي هي عملته كلها هتتحاسب عليه بالدقيقة وبالثانية، مش بالكيلو ولا ولا هنقول بقى أصل هي برضو كانت بتحج وبتعتمر، مش الكلام ده. كل دقيقة بتعدي عليها بتفتن بيها خلق الله، هي تتحاسب على الكلام ده. كل دقيقة واحد فتنك فيها بكلمة وحرضك على الشر هو هيتحاسب عليها. بنتحاسب على كل مثقال ذرة، مش بنتحاسب على بالمجمل كده. الموضوع ان يا جماعة صلاح القلوب وصلاح النية هو رقم واحد، هو رقم واحد. فإن كانت نيتك الجنة هتسلكي سلوك معين وهتتصرفي تصرفات معينة، وإن كان هدفك الدنيا هتلاقي نفسك بتروح في اتجاه معين. عارفة انت زي الجي بي اس كده، انت وانت بتظبطي كده التليفون بتاعك عشان تروحي مشوار معين. إن كانت وجهتك إلى مصر الجديدة هتلاقي نفسك تروحي مصر الجديدة، إن كانت وجهتك إلى السودان هتلاقي نفسك بتروحي للسودان. فعلى حسب قلبك انت هتروحي. فلو كان نيتك فعلا الجنة عمرك ابدا ما هتعملي اي حاجه من الحاجات اللي ربنا قال عليها لا. وان كان هدف الدنيا صدقيني هتلغواصي جامد او هتعكي جامد قوي، وهتتفتني وهتوعي كتير وهتبقي ضعيفه وهتبقي عرضه ان حد يضحك عليكي. فنصبط بس النيه وهتلاقي نتيجة كويسة جدا في حياتك. سيبك من الدنيا دي خالص، ديها اهتمام كده عارفة انت جانبي مش أساسية. يعني ايش هنتجوز؟ مش هنعمل الشقة؟ حاضر. هنشتري عربية؟ فاهمة ان شاء الله، بس مش عندك بشكل رغبة وهتتجنني عليها وهموت لو ما خدتهاش، وعايزة احقق احلامي وعايزة احقق شغفي وعايزة احقق ذاتي. ها مش بالقوة دي، لا احنا عايزين القوة دي في الجنة، عايزين القوة دي في ان انت تتمني الشهادة في سبيل الله، عايزينك القوة دي في انك تتمني انك انت تكوني من جنود الله سبحانه وتعالى في الارض، عايزينك القوة دي نستخدمها في نشر الدين، عايزين اللهفة دي تبقى في دينك مش اللهفة على الدنيا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.